أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات الغير موجودات، أهلا بيكم في حلقة جديدة على قناة عرب هاردوير. في أكثر من حلقة فاتت كنا اتكلمنا عن ليه ممكن يكون جهاز زي كيوناب حل بالنسبة لك، أو مش بالضرورة بس ممكن يكون حل بالنسبة لك. على سبيل المثال مثلا أنا عندي في الشوتينج تيم، الشوتينج تيم كان عنده مشكلة إن هو لو محتاج فايلات معينة which is هتكون ماتيريال في الحالة دي لفيديو معين في حلقة ما، محتاج إن هو يروح للي مصور الحلقة دي ويقول له أنا عايز الماتيريالز دي. وطبعا عشان مفيش اليونيفايد ستورج كونسبت كان موجود وقتها، كان مضطر ان هو يروح له بالطريقة التقليدية، فلاشة، هارد، كارت ميموري، يعني المهم ان هو ياخد منه الفايل ده. تاني مشكلة كانت في اللاب او المكان اللي بيتم فيه البنش ماركينج بتاع الالعاب. انا عشان انزل لعبة على كل جهاز واعمل ابديت، ده في استهلاك للكوتا شوية، ويمكن احنا عندنا مشكلة تانية ان مش دايما كل الالعاب بتكون ابديتد، فالحل ان يكون عندي جهاز هو اللي مسؤول عن الابديتنج ويعمل ريبليكيت للداتا دي على الجهاز دوت او على جهاز كيوناب، بحيث ان كل جهاز عنده اكسس على وحدة كيوناب دي يقدر ياخد الداتا بتاعت الالعاب دي ابديتد. وديك يعني بتشوف لعبة زي وورزون مثلا كان نزل لها ابديت 50 جيجا، انا مش فاهم نجيب لها كوتا منين او نجيب لها SSD منين. انا دلوقتي شرحت لك الحلول دي ممكن توفر عليك وقت او توفر عليك هسل او توفر عليك حاجات قد ايه، ولكن ما قلتلكش ازاي الفايلات دي هتكون موجودة على اللوكال نتورك او موجودة على الجلوبال نتورك. لما اقولك اللوكال نتورك فانا قصدي النتورك اللي بتكون في الشغل بتاعك، الاجهزة وجهاز كيوناب كلهم على نتورك واحدة. لما بقصد جلوبال ان الجهاز بتاعك على نتورك او على دومين وانت على دومين تالت خالص. في الحالة دي انا هستخدم جهاز اسمه TS453D. الجهاز ده من مميزاته او من مواصفاته انه جاي باتنين لام بسرعة 2.5 جيجا بت بير سكند، جاي باكسبانشن بي سي اي اكسبرس عشان تركب SSDs M.2 او تركب لان اسرع او تركب Thunderbolt 3. من مواصفاته ان جاي ببروسيسور انتل سيلرون J4125، وده بروسيسور كواد كور بيشتغل بيس كلوك 2.0 جيجا هرتز وبيوصل ل 2.7 جيجا هرتز. البروسيسور فيه IGBU انتل HD جرافيكس 600 متوصل ب HDMI 2.0 اللي يقدر يعمل اوت كاستنج او برودكاستنج او يقدر ينقل الداتا عن طريق كابل HDMI بدقة عرض بتوصل ل 4K. وهنا ده بيديك اوبشن كويس جدا، انت ممكن تستخدم الجهاز مش بس جهاز اوفر نتورك، ولكن تقدر تستخدمه كجهاز بي سي عادي جدا باوبريتنج سيستم مختلف شويه. الجهاز ده فيه منه نسختين، نسخه برامات 4 جيجا ونسخه ب 8 جيجا بايت. انت ممكن طبعا تحدد اللي انت عايز تعمله، ممكن تجيب الاربعة بعد كده تابجريد ل 8 لو حسيت ان انت محتاج، او تجو الاكسترا مايل وان انت تجيب جهاز على طول في رامات 8 جيجا. على صعيد اللوكال نتورك، لو انت وجهاز كيوناب على نفس الفيلان او نفس الدومين، او بمعنى اصح انتوا الاثنين واخدين نفس رينج الاي بي هات زي مثلا 192.168.1.20، الجهاز بقى اللي هيتوصل عليه 192.168.1.22 مثلا على سبيل المثال، فانت تقدر تلاقي الجهاز بكل سهوله عن طريق شويه حاجات، اما عن طريق النتورك الطبيعيه جدا اللي موجوده في البي سي بتاعك او موجوده في الويندوز بتاعك، عن طريق مثلا اكستنشن جوه كروم اسمها كيو فايندر او كيو فايندر برو، وده بيكون ابلكيشن بتسطبه على الويندوز وبيقدر بكل سهولة جدا ان انت تلاقي جهاز الكيوناب او تلاقي الاي بي بتاع جهاز كيوناب من غير ما تحفظ اي ارقام. لو انت مش على نفس الفيلان او انتوا الاثنين في دومينز مختلفة جوه مثلا نتورك كبيرة، انا مثلا هنا عندي اكتر من فيلان، عندي فيلان مثلا لأوضة الشوتينج روم، عندي فيلان مثلا للورك سبيس، عندي فيلان مثلا للستور، وكلنا في الاخر بنصب في مكان واحد ولكن فيلانز مختلفة وكل مكان ليه جهاز كيوناب. هنا بقى انت بتعمل حاجة ممكن نقول بلدي شوية، انت بتاخد الجهاز ده وتحطه على نفس الدومين اللي انت فيه وبتعمل له assign لاي بي انت تكون حافظه وسهل ان انت تفتكره على طول، وهنا وقتها انت بعد كده ممكن توصله على اي فيلان او توصله مثلا على اي دومين انت عايزه، مدام حافظ الاي بي هتقدر توصله بكل سهولة، مدام في الاول وفي الاخر انتوا كلكم في نتورك واحدة ولكن متقسمين لنتوركس صغيرة. الموضوع في اللوكال نتورك اسهل شويه، ولكن على الجلوبال نتورك يا لهوي اكبر. لا هو اسهل بكتير. كيوناب بتقدم حاجه اسمها ماي كيوناب كلاود لينك، وده بتجيبه من الاب ستور بتاعهم. عندهم اب ستور تقدر تنزل من عليه ابلكيشنز كتيره جدا. كل اللي انت محتاجه اولا ان انت تنزل المنصه دي، تعمل
ID account. انا عندي ID لان انا عندي كذا جهاز كيوناب شغال بيهم. وبعد كده بتسمي جهاز الكيوناب اللي انت شغال عليه ده باسم مميز، حاجة يونيك عشان تقدر تعرف الجهاز اللي انت شغال عليه ده جهاز بتاع اني مكان بالظبط. بعد ما بتعمل الكام خطوة دولت بتبدأ ان انت تختار نوعية الاكسس او مين يكون ليه اكسس على الجهاز ده. انا في الحالة دي هختار ان الاكسس يكون برايفت عشان الناس بس اللي معاها الكريدنشلز بتاعت كيوناب وعندها اكاونت لكيوناب هي دي الناس اللي يكون عندها اكسس على الوحده دي. غير كده كمان الوحده بتديك سبيشال لينك، شورت لينك كده لطيف تقدر تعمل له كوبي وترميه مثلا لاي حد او مثلا ترميه على اي براوزر وتقدر وقتها انك تاكسس الكيوناب بتاعك عن طريق السبيشال لينك ده، بعيدا طبعا عن ان الجهاز بيكون اصلا متسجل في الاكاونت بتاعك او في حيز الاكاونتس بتاعتك. حاجه زي كده مش بس هتخليك تاكسس الكيوناب من على الجلوبال نتورك، ولكن هي هتخليك تاكسس الداتا بتاعتك او جهاز الكيوناب من على اي حاجه في اي وقت ومن اي مكان، من حاجه مثلا زي البراوزر على الويندوز او اللابتوب او عامه بشكل عام من اي براوزر. هتقدر تاكسس الكيوناب من على ابلكيشن للسمارت فون، هتقدر تاكسس الكيوناب من على البي سي اوتيليتيز او برامج معينه معموله لاجهزه الكيوناب هتقدر تشتغل من عليها من على جهاز بره النتورك الطبيعيه لجهاز في نتورك تانية خالص. انت هنا في الحالة دي انت ما عندكش ليميت في الكاباستي مثلا، انت كل اللي هيكون الليميت بتاعك هو عدد ومساحة الهاردات اللي عندك او معنى اصح الفلوس اللي انت هتصرفها، ما عندكش ليميت في السرعة بتاعتك في الوصول لوحدة الكيوناب او نقل الفايلات من والى جهازك او من والى الكيوناب. الليميت الوحيد بتاعك هيكون البنية الداخلية او البنية التحتية للنتورك بتاعتك، وهنا متمثلة في السويتش والسرعة بتاعته وسرعة جهاز كيوناب نفسه كلان كونكتيفيتي. لو جلوبال فهو الليميت الوحيد بالانترنت اللي متوصل عليه الكيوناب والانترنت عندك، غير كده انت زي الفل. زي ما انت شايف انت تقدر تستخدم كيوناب في حاجات كتيره جدا، يعني سيناريوز كتيره جدا، سيناريوز ليها علاقه بالداتا. لو انت عندك مشكله في الداتا مش لازم تشتريه، مش لازم تعتمد الخط ده او تعتمد السيناريوز دي، ولكن الاهم انك تكون عارف ان في حلول زي كده ممكن تكون حل بالنسبة لك، يعني مش اكيد بس ممكن تكون حل بالنسبة لك. انت لو عندك مشكلة في الداتا عايز توصل للداتا دي ده حل، لو عاوز تنقل الداتا دي من جهاز لجهاز ده حل، لو عايز تنقل داتا من جهاز واحد لعشر اجهزة في نفس الوقت ده حل تاني خالص، خلينا نتكلم عليه في حلقة جاية. بس الاهم تفرج على الحلقة اللي تظهر لك من هنا، رأيك تحت في التعليقات، لايك لو الحلقة عجبتك، سبسكرايب طبعا لقناة عرب هاردوير عشان تشوف الكونتنت الفترة اللي جاية، وكما هي العادة اتمنى اشوفكم في الحلقة الجاية.